وللحديث عن ممارسات الميليشيات في العراق والهجوم على قاعدة بلد في صلاح الدين والأهداف من وراء قصفها، معنا من مالمو عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ. بداية أستاذ عبد الرزاق، كيف تقرأ سلوك الميليشيات في العراق رغم كل التحذيرات من تواصل استهداف المصالح الأمريكية في العراق؟ أستاذ، أنا باعتباري أحد أفراد منظمة بدر القدماء، وحسب خبرتي وعلاقاتي وتواصلي ويا الميليشيات، الآن العراق بالنسبة إلى حجابات متقدمة، يعني تابعة لإيران، كل العراق يعتبروا حجابات متقدمة للدفاع عن أمن إيران. الصواريخ اللي تنطلق اللي كانت على بلد أو على أربيل أو على السفارة الأمريكية، كلها أمرها واحد، هو من قائمة في الوقت الحالي من إيران. كل ما تريد إيران تضغط على الملف النووي الأمريكان تستخدم ميليشياتنا، تستخدمنا إحنا إطلاق صواريخ أو حتى تفجير أو مبخخات. آية إحنا على اليوتيوب قناة أبو وحيد الحيالي شرحت هذا بشكل مفصل من سنة 86 إلى هذا اليوم، وما زلت أنا مستمر يعني أكشف الحقائق يعني كما هي. طيب، هجوم قاعدة بلد وما سبقه من هجمات ألا يفتح تساؤلات حول عجز الحكومة في العراق عن الوقوف في وجه الميليشيات وسلاحها؟ دولة رئيس الوزراء، حتى ما يعني يكون منصف، الرجل يتمنى يسيطر على الميليشيات، لكن وزارة الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى إن فيها يد كبرى إحنا الميليشيات، خصوصا منظمة بدر. طبعا من اقول منظمه بدر انا اقصد كل الفصائل الاخرى، لان هي منظمه بدر راس الافعى. كل الفصائل الاخرى هي قياداتها بالاساس بدريه او مسيطره على هاي القيادات، يعني كلها تشكيل واحد. فايدنا بالاجهزه الامنيه قويه جدا، واعتقد من الصعوبه جدا على دوله رئيس الوزراء يقدر يسيطر بهالطريقه، يكون ان يتخذ قرارات حاسمة من هذه الميليشيات، ويلجأ للشعب ويلجأ للقانون الدولي ومساعدة الإقليم. بدون هاي ما يقدر يسيطر على هذه الميليشيات. قرارات إيرانية نعم. وكالة فرانس بريس تقول إن استمرار الهجمات على القواعد العسكرية قد يعرقل الانسحاب الأمريكي من العراق. هل الغاية فعلا هو إخراج قوات أمريكية من العراق أم إبقاء البلاد تحت سيطرة مطلقة لإيران؟ كل أهدافنا هو السيطرة على العراق من أجل إيران. أي خطوة نخطوها احنا كلها من أجل إيران. العراق بالنسبة للميليشيات هو غنيمة، كل غنيمة، بكل ما يملك العراق بعنوان غنيمة لإيران. هاي أهدافنا، احنا هكذا درسنا في إيران وهكذا تربينا، ورضعتنا إيران رضاعة انه شلون نكون ضد العراق من اجل مصالحها. فإيران يعني بودها تبقى أمريكا حتى تقدر تضغط على أمريكا من خلال الأذرع التابعة لها، وتضغط بملفها النووي او مصالحها الأخرى. للأسف الشديد شعبنا العراقي ما يدري انه هاي الميليشيات، واقصد الولائيه منها، ما اقصد غير يعني الحشد الشعبي التابع للمرجعيه اللي استقال من هاي الحشد الولائي، لا بالذات اقصد الحشد الولائي اللي ائتمر بامر قائم مثل بدر، العصائب، الكتائب، كل هاي الجهات تأتمر بامر ايران. فهي يعني شلون مرتاحه لامريكا بالعراق، لأن هدف قريب إلها تقدر تتعامل وياه من خلال إحنا الميليشيات الولائية التابعة لإيران. هذه العاملة وغير هذه العاملة، كل هذول بيادق إيرانية تستخدمهم، لا حول ولا قوة. إحنا يجينا أمر من إيران ننفذ، أضرب صاروخ أضرب صاروخ، فجر حسيني نفجر حسيني، فجر مسجد نفجر مسجد. هاي إحنا تربينا على هذا الشيء. يا ريت الشعب العراقي يعرف هاي الحقيقة،
ويا ريت احنا يفتح لنا المجال. انا طبعا على اليوتيوب شرحت بشكل كامل وبعدني اشرح بقناه ابو وحيد الحيالي، لكن يا ريت القنوات تعطينا مجال حتى نوضح هاي الميليشيات خصوصا واحنا جزء من عدها. ولا اخفيك في هذه الميليشيات اشخاص وطنيين عراقيين ما يقبلون على تحركات هذه العامله وجماعه هذه العامله ضد العراق والمصالح ايران. لكن للاسف هاي الافراد الوطنيه لا حول ولا قوه داخل هذه المنظمات. نعم نعم. من مالمو السويد كان معنا عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.